بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 59 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى، الدرس رقم 59، ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها، ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 283، على صفحة 283 من الجزء الأول اللي هو نفسه المجلد الأول. نقرأ من منتصف الصفحة. وصلنا إلى العنوان التالي، فصل تحية المسجد. فصل تحية المسجد، وإحنا ما زلنا في بيان النوافل من الصلوات، ما زلنا في تعداد النوافل من الصلوات وبيان أحكامها ومتعلقاتها ومسائلها. وصلنا إلى سنة تحية المسجد. فصل تحية المسجد، كما قلنا مرارا، كلمة فصل هذه من صنيع الإمام الشيرازي مصنف المهذب، ما كان يضع عناوين فرعية، يفصل بين الفقرات بكلمة فصل. جاء محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى فوضع عناوين فرعية ليسهل على الدارس دراسة الكتاب والاستفادة منه، لكنه وضعها بين معقوفتين حتى يميزها عن كلام المصنف من باب الأمانة العلمية. فإذا كلمة تحية المسجد هذه من صنيع محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي. فصل تحية المسجد، ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لما روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. والحديث أخرجه الإمام البخاري رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مسلم، فهو من الصحيح. فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصلي التحية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا أيضا حديث صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأنه يحصل به أي بالفرض التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض. بعد هذه القراءة نعقب فنقول بالله التوفيق: من السنن ذوات الأسباب دخول المسجد، أي مسجد، سواء كان مسجد تعقد فيه الجمعة والصلوات الخمس، أو مسجد تعقد فيه الصلوات الخمس دون الجمعة، لأنه في بعض البلاد هناك تمييز بين المسجد الجامع أو مسجد الفروض، فمسجد الفروض تعقد فيه الصلوات الخمس جماعة بإمام راتب باستثناء صلاة الجمعة، أما المسجد الجامع تعقد فيه الصلوات الخمس وتعقد فيه الجمعة. إذا دخل المسلم إلى أي من المساجد فيسن له سنة مؤكدة أن يصلي ركعتين لله عز وجل. هذول الركعتين اسمهم تحية المسجد، سنة تحية المسجد، لكن هو نية ركعتين لله عز وجل، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم بيوت الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليس من الأدب مع بيت الله ولا من إجلال الله عز وجل أن ندخل المسجد، ندخل بيت الله عز وجل دون أن
نصلي لله سبحانه وتعالى. هذه حكمة مشروعية سنة تحية المسجد. الآن هي سميت تحية، من أين جاءت التسمية؟ من الحديث الذي جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان تحية المسجد الحرام تحديدا من بين سائر المساجد. والمسجد الحرام في مكة المكرمة اللي فيه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين له أحكام خاصة، ففيه الطواف والسعي، ويتحلق المصلون حول الكعبة ولا يصفون صفوف متوازية إلى آخره، أحكام والصلاة فيه 100,000 صلاة، فأحكام كثيرة. من هذه الأحكام أن تحية المسجد الحرام الطواف 7 أشواط، ثم يصلي 2 ركعة سنة الطواف. فلما جاء الحديث تحية البيت الطواف، يعني بمعنى آخر ما يشرع للمصلي أن يصلي 2 ركعة لله عز وجل عندما يدخل المسجد الحرام، إنما يشرع له ويسن أن يطوف 7 أشواط طواف تطوع، بعدها يصلي 2 ركعة سنة الطواف. فلما جاء هذا الحديث قال العلماء إذن 2 ركعة السنة عند دخول المسجد هي تحية للمسجد لله عز وجل، فجاءت التسمية منها هنا إنه تحية البيت الطواف. طيب تحية غير البيت من مساجد الله إيش؟ صلاة 2 ركعة كما جاء في الحديث الصحيح، إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي 2 سجدة من قبل أن يجلس. طبعا لاحظوا فليصلي جاءت بصيغة الأمر، اللام لام الأمر، ولذلك قال الظاهرية وفي مقدمتهم الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري سنة تحية المسجد هذه واجبة وليست سنة لأنها جاءت بصيغة الأمر. طبعا القاعدة الأصولية الاستنباطية تقول الأصل في صيغة الأمر في النصوص الشرعية، يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، أنها تفيد الوجوب ما لم تصرفها قرينة إلى الندب أو الإباحة. وهنا في قرينة صارفة اللي هو الصحابي الذي جاء الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام، فلما سألوا عن الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال الصحابي هل علي الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح يعتبر أساسا في التمييز بين الصلوات الخمس المفروضة وبين سائر الصلوات من النوافل. قال لا إلا أن تطوع عليه الصلاة والسلام. فعرفنا أنه غير الصلوات الخمس هي حقيقة سنن، لكن هذه السنن ليست على درجة واحدة، ففيها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، وسنن راتبة وسنن غير راتبة، وسنن ذوات سبب وسنن ليست ذوات سبب، وسنن من السنن المؤكدة بعضها آكد من بعض كما بينا في الدروس الماضية. على أي حال تحية المسجد، سنة تحية المسجد من السنن المؤكدة لوجود ورود الأمر بها بصيغة الأمر، فليصلي 2 سجدة من قبل أن يسجد، من قبل أن يجلس عفوا، تمام. وهذه السنة في حق المسجد الحرام تكون بالطواف بالبيت 7 أشواط تطوعا لله عز وجل. فإذا دخلت المسجد الحرام يسن لك أن تطوف 7 أشواط سواء كنت حتى لو لم تكن حاجا أو معتمرا، 7 أشواط وبعدها سنة الطواف 2 ركعة، هذه المشروع بل المسنون عند دخول المسجد الحرام، وهي تقابل 2 ركعة سنة تحية المسجد. وسنة تحية المسجد ينويها إما أن ينوي 2 ركعة سنة تحية المسجد في قلبه، أو ينوي 2 ركعة لله عز وجل، تمام. هذا قبل أن يجلس، قبل أن يجلس، وهذا لغير المار. فالمار بالمسجد ليس لا يسن له أن يصلي 2 ركعة، لكن يشرع ذلك. يعني واحد داخل يضع غرض في المسجد أو يشيل حاجيات من المسجد أو يعبر من باب إلى باب، فهل يصلي 2 ركعة سنة المسجد تحية المسجد؟ لا يسن له، لكن يبقى من المشروع إذا خاصة إذا كان متوضئ. أما الحديث جاء لما قبل أن يجلس، يعني داخل يجلس
في المسجد لقراءة القرآن، لحضور درس، لصلاة الجمعة، للصلوات الخمس المفروضة، ينتظر إقامة الجماعة إلى غير ذلك. دخل ليجلس، فيسن له أن يصلي قبل أن يجلس كما جاء في صريح الحديث. فاللي داخل مش لأجل أن يجلس لا يشمله هذا الحديث، فلذلك قلنا لا يسن له، لكن يبقى مشروعا لأنه مش داخل يجلس مار. فقال الفقهاء، عبارة الفقهاء خاصة في كتب الحنفية، وجاز ترك مار، وجاز ترك مار، هذه تكررت العبارة، يعني المار في المسجد. تمام، المار في المسجد. إذا دخل والصلاة قائمة، الإمام يصلي أو أقيمت الصلاة وهو يدخل، فصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فصلاة الفريضة تجزئه عن سنة تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إذا دخل والمؤذن عفوا، إذا دخل والمؤذن يهم بإقامة الصلاة، ماذا يفعل؟ يبقى واقف، لأنه هي تسن سنة مؤكدة لمن أراد الدخول والجلوس قبل أن يجلس، هذا ما جلس بعد واقف. طيب، لأنه لما يلتحق بصلاة الجماعة ويصلي خلف الإمام فقد سقطت عنه سنة تحية المسجد، لأنه أجزأه إيش؟ أجزأه صلاة الفريضة مع الإمام. فالفكرة أنه ما يجلس قبل أن يصلي لله، وهذا دخل ولم يجلس إلا بعد أن شرع في صلاة الفريضة لأنها كانت قائمة أو الإمام المؤذن يهم بإقامته. فإذا صلاة الفريضة تجزئ عن سنة تحية المسجد لمن دخل والصلاة قائمة، أو لمن دخل والمؤذن يهم بإقامة الصلاة، بمعنى أنه إذا دخل والإمام يصلي يعني يسن له أن يصلي ركعتين سنة تحية المسجد ثم يسلم ثم يلتحق بالإمام، لا، إنما يلتحق بالإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة، والكلام هنا عن صلاة الفريضة، جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة. والحكم الشرعي يؤخذ من مجمل النصوص ذات العلاقة، والله تعالى أعلم. واضح؟ إذن هذه حكمة مشروعية سنة تحية المسجد، وهي تكون لمن أراد الدخول إلى المسجد أو الجامع للجلوس فيه. تمام، وتكون قبل ذلك الجلوس. وإذا تكرر الدخول، اختلف الفقهاء، إذا تكرر الدخول في المرة الواحدة، يعني دخل وجلس ثم خرج وتوضأ وعاد، فمنهم من قال يشرع له أن يصلي عند كل دخول، ما دام كل دخول لأجل أن يجلس حتى وإن كان متتاليا. والصحيح والله أعلم كما قال الإمام الشافعي إنه يجزئه ركعتين في الدخول الأول، فإن تكرر الدخول بقصد الجلوس وكان متتاليا متكررا متواصلا، دخل وخرج دخل وخرج دخل وخرج، فيجزئه صلاة ركعتين بعد الدخول الأول وقبل الجلوس الأول. ممكن واحد يدخل خاصة من القائمين على المسجد ويكون عنده أمور معينة تخدم المسجد، فيدخل يصلي ركعتين ثم يخرج ليتوضأ، ثم يخرج ينادي الإمام أو توصيل الكهرباء أو نقل إلى آخره، وهو جاء داخل للجلوس لكن تكرر الدخول وصلى ركعتين، يصلي عند كل مرة. قال الإمام الشافعي السنة تحصل بالصلاة بعد الدخول الأول قبل الجلوس الأول، وهذا يجزئه، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، لأنه هو دخول واحد حقيقة، وإن يعني انتقل داخل المسجد أو حول المسجد فهو دخول واحد، إنه قصد المسجد ثم انشغل فيه أو حوله وبقي حاضرا في المسجد وقلبه معلق في المسجد لانتظار الجماعة وما شابه. تمام، يعني فكان قول الصواب ما قاله الإمام الشافعي، إنه يصلي
يجزئها أن يصلي ركعتين عند الدخول الأول قبل الجلوس الأول ما دام أنه في مرة واحدة، وإن تكرر ذلك وكان متواليا متصلا والله أعلم. وبالنسبة لصلاة الجمعة، إذا دخل قبل أن يصعد الخطيب المنبر فيسن له أن يصلي ركعتين سنة تحية المسجد، قلنا هي ركعتين لله عز وجل، يعني من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبينا منشأ التسمية. لكن إذا كان الخطيب يخطب، قال الإمام الشافعي يصلي ركعتين خفيفتين لوجود نص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تسقط عنه مشروعية وسنية تحية المسجد، إنما تبقى ويصلي ركعتين خفيفتين، تمام، حتى يدرك القسم الأكبر من خطبة صلاة الجمعة. أما لا يجلس قبل أن يصلي، ممكن يصلي ركعتين خفيفتين، كيف يعني؟ يعني ما يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة، لا في الأولى ولا في الثانية، يسبح في الركوع مرة واحدة، يسبح في السجود مرة واحدة، ويأتي بالطمأنينات بالحد الأدنى، فتكون الصلاة خفيفة سريعة مع كونها صحيحة، تمام، مع كونها صحيحة. هذا اجتهاد الإمام الشافعي وهو الصواب، والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب ماذا عن قراءتها؟ هل تكون القراءة فيها سرية أو جهرية؟ تكون القراءة فيها سرية سواء كانت في ليل أو في نهار، دخلنا المسجد لنصلي المغرب، أو دخلنا المسجد لنصلي العشاء، أو دخلنا المسجد لنصلي التراويح، أو دخلنا المسجد لنصلي الفجر أو الظهر أو العصر، في كل الأحوال سنة تحية المسجد تكون القراءة فيها سرية، والله تعالى أعلم. ثم هناك أمر آخر، هل يمكن أن نجمع مع سنة تحية المسجد سنة أخرى، صلاة أخرى من السنن بنفس النية؟ الجواب نعم، الجواب نعم، مثل سنة الوضوء. يعني إذا توضأ الإنسان في بيته أو في المسجد، وكان المسجد قريب لبيته، ووصل إلى المسجد، تمام، وما أقيمت الصلاة، فيمكن أن يصلي ركعتين لله بنية سنة تحية المسجد وبنية سنة الوضوء بركعتين اثنتين. هذا يعني تتداخل هذه القرب اللي هي من النوافل وهي نفس العدد، تتداخل مع بعضها بنية واحدة. ذكر ذلك الشافعية وغير الشافعية، والله تعالى أعلم. بل يمكن أن يجمع مع سنة تحية المسجد وسنة الوضوء ركعتين سنة الظهر، إذا كان الأذان قد أذن للظهر، وفي عندنا سنة قبلية، سنة قبلية أربع ركعات وممكن ركعتين، وإذا كانت أربعة يكون ركعتين ركعتين، فهل يمكن أن يصلي الركعتين الأول بعد أن أذن المؤذن ودخل المسجد وهو حديث عهد بوضوء، أن ينوي سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر القبلية؟ الجواب نعم، وكذلك على صلاة الفجر، إذا دخل المسجد بعد الأذان وكان حديث عهد بوضوء، فله أن يجمع سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الفجر القبلية بنية واحدة، بنية واحدة، يصلي ركعتين وتجزئ عن السنن الثلاث، وتجزئ عن السنن الثلاث. بل له أن يجعل معها سنة رابعة اللي هي سنة صلاة الاستخارة، يعني أربع سنن في ركعتين بنية واحدة، بنية، يعني هذه عبادات، هذه نوافل، ويغتفر في النافلة بل يغتفر في الفريضة، وهي من بهيئة واحدة وبعدد واحد، وأوقات يعني منها ما هو بسبب ومنها ما هو بوقت، وقد تداخلت بحيث يمكن أن تقع الركعتين عن السنن الأربع. السنن الأربع إيش؟ السنة الأولى سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الفجر القبلية مع سنة الاستخارة، هذا إذا دخل المسجد بعد الأذان وكان حديث عهد بوضوء، فبدأ وقت سنة الفجر القبلية وتسبب جاء حصل سبب سنة تحية المسجد وحصل سبب سنة الوضوء، وهو عنده دعاء استخارة في أمر،
يصلي ركعتين سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الفجر القبلية مع سنة الاستخارة، وبعد أن يسلم يقرأ دعاء الاستخارة ما بين الأذان والإقامة. هذا بالنسبة لسنة تحية المسجد التي أوجبها الظاهرية، وربما وافقهم غيرهم من فقهاء السنة والجماعة يعني لظاهر الحديث اللي ورد الأمر بهذه الصلاة بهذه السنة بصيغة الأمر، فليصلي سجدتين. تمام، فليصلي سجدتين. طبعا المذهب الظاهري يعتبر المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة والجماعة، لكن انقطع أتباعه منذ القرن الثامن الهجري تقريبا، وبقيت بعض مدونات نفتح الكتاب صفحة 284، باب سجود التلاوة، صفحة 284، باب سجود التلاوة. الآن بدنا نتكلم على سنة هي ليست صلاة لكن هي جزء من صلاة، اللي هي إيش؟ اللي هي السجود. السجود عند المرور بآية فيها سجود أو فيها أمر بالسجود، سواء كنا نقرأ أو كنا نستمع أو سواء كنا في صلاة أو في غير صلاة. هذا السجود المسنون يسمى سجود التلاوة، يسمى سجود التلاوة. طبعا سجود التلاوة هذا هو يعني جزء من الصلاة. لا يخفى عليكم أنه أشرف أفعال الصلاة السجود، أشرف أفعال الصلاة السجود، ولذلك سميت بيوت العبادة عند المسلمين بالمساجد نسبة إلى السجود، ما سميت بالمراكع مثلا نسبة إلى الركوع، ولا بالمصليات مساء نسبة إلى الصلاة، المساجد نسبة إلى السجود. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولذلك من السنة أن نطيل فيه الدعاء لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كرامة لأعضاء السجود وكرامة للسجود، هذا اللي هو أشرف أفعال الصلاة، حرم الله تعالى على النار أن تأكل أعضاء السجود السبعة. يعني إذا حصل مسلم رجحت سيئاته على حسناته فدخل النار والعياذ بالله حينا من الزمن طويلا أو قصيرا، فالنار لا تأكل أعضاء السجود منه، كرامة لهذا إذا كان يصلي يعني في الدنيا ويسجد لله عز وجل. فالسجود شأنه عظيم، وقد أمر إبليس بالسجود فأبى فطرد من رحمة الله عز وجل. السجود يعني كما قلنا أشرف أفعال الصلاة، فكان هذا من حكم مشروعية سجود التلاوة. يعني لاحظ معي أنه لما في حاجة اسمها سجود التلاوة في الفقه في الشرع الشريف، يعني السجود تمام مش أي فعل آخر. ما شرع لنا أن نصلي مثلا في هذه المواضع التي سنذكرها الآن، أو ما شرع لنا أن نذكر الله تعالى ذكرا معينا دون هيئة السجود، أو ما شرع لنا دعاء معين دون هيئة السجود، شرع لنا السجود. وفي أحد الصحابة الكرام نسيت اسمه قال النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل لك حاجة، قال لي أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة هذه حاجتي. فقال له عليه الصلاة والسلام نصيحة موجزة مركزة مختصرة، أعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الإكثار من الصلوات. لا ننسى أبدا أن الصلوات الخمس المفروضة كانت 50، لكن خففها الله تعالى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50، لأنه الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. فإحنا حقيقة ينبغي أن نكثر من الصلاة، من صلوات النوافل سواء في الليل أو في النهار. أعني على نفسك بكثرة السجود. إحنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال
ابن رباح رضي الله تعالى عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له أرحنا بها، مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة وطمأنينة واستزادة من الحسنات وقرب من الله، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فنحن بحاجة إلى أن نكثر من النوافل. شوف سنة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها ثمانية. شوف سنة قيام الليل ركعتين ركعتين، مفتوح الليل كله، وإن كان من السنة أن ينامها يستيقظ ويصلي في التهجد. وفي عندنا سنن ذات أسباب وسنن ليس لها سبب. في عندنا سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، سنة سنن القبلية والبعدية، سنة الكسوف والخسوف، سنة الاستسقاء، سنة العيدين، فهذه كلها من السنن، سنة صلاة الاستخارة. طيب لا نأتي باب سجود التلاوة، نقرأ بالله التوفيق في أعلى صفحة 284. سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع. لاحظوا فرق بين المستمع والسامع. الآن أنتم في هذا الدرس المبارك أنتم مستمعين، تمام، بخلاف لو واحد مر بجوار الغرفة التي أنا فيها أو مر بجوار أحدكم فسمع صوتي من الجهاز عبر هذا التطبيق زوم، هذا سامع مش مستمع للدرس. ويعني مثلا واحد جالس الآن في الغرفة يستمع للدرس وفاتح الكتاب، هذا مستمع يتابع معي فيما أشرح. دخل عليه ابنه وضع قلم مثلا أو وضع كوب من الشاي، تمام، فسمع صوتي في هذا الدرس، دخل وخرج، هذا سامع وليس مستمع. يعني سمع شيئا من الدرس، لأنه مش لا يغلق أذنيه، يسمع هذا الصوت كما يسمع أصوات أخرى، فهو سمع جزء من الدرس قليلا دون تركيز معه. أما أنت تعتبر مستمع للدرس، تمام، فرق بين المستمع والسامع. الحكم هنا مرتبط بالمستمع. سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هذا الحديث في صحيح البخاري، هو حديث صحيح، وهو أصل في حجية ومشروعية سنة سجود التلاوة عند المرور بآية من آيات التلاوة اللي فيها الآية من آيات السجود، سواء للإمام أو سواء للمنفرد سواء للقارئ أو المستمع في الصلاة وخارج الصلاة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر خلال قراءته الجهرية بآية من آيات السجود فيسجد خلال الصلاة، فيسجد الصحابة تبعا له. هذا السنة الفعلية هذه الثابتة في هذا الحديث الصحيح هي أساس مشروعية سجود التلاوة وسنيته. يعني هو أصبح الآن جزء من أفعال الصلاة إذا مررنا بقراءة بآية من آيات السجود، لأنه لا يجوز أن نحدث سجود بدون ما يكون في يعني تبليغ من النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. من الذي شرع لنا هذه السنة؟ محمد عليه الصلاة والسلام، تمام، بما أوحى الله تعالى له. فنحن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا، لا نتقرب إلى الله إلا بما شرع لنا أن نتقرب به إلى جلاله سبحانه وتعالى. وما هو مصدر معرفتنا بذلك؟ إنه القرآن والسنة، يعني الوحي الإلهي إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان الوحي باللفظ والمعنى كما في القرآن الكريم أو بالمعنى دون اللفظ كما في السنة النبوية الشريفة. طيب، فإن ترك القارئ سجد المستمع. يعني ممكن واحد بيقرأ القرآن ومر بآية من آيات السجود التلاوة وما سجد، هل هذا يسقط السنة عن المستمع اللي معه في نفس الغرفة؟ الجواب لا. يعني أحيانا بنكون مشغلين المذياع أو تطبيق من تطبيقات القرآن الكريم أو التلفزيون على قناة القرآن الكريم إلى آخره، ويمر القارئ بآية تلاوة بآية سجود وهو لا يسجد،
او بيكون التسجيل ما فيش فيه سجود، ما فيش فيه فاطر، ربما القارئ سجد، لكن لما عملوا له التسجيل قطعوا الفترة الزمنية اللي فيها سجود، فبانت القراءة متصلة، وانا اجي جالس استمع لهذه التلاوة سواء كانت من المذياع او من التطبيق في الجوال او من التلفزيون او عبر فضائية القرآن الكريم او الاخرين. هل اذا هو ما سجد او انا لا ادري سجد او لم يسجد انا تسقط عني هذه السنة؟ الجواب لا، هي على القارئ كما هي على المستمع، وسجود احدهما دون الاخر لا يلزم الاخر، يعني ترك احدهما لهذه السنة لا يستتبع ترك الاخر، تمام؟ والله تعالى اعلم. فان ترك القارئ سجد المستمع لانه توجه عليهما، اي الخطاب بالسجود، فلا يترك احدهما بترك الاخر، لا يترك احدهما بترك الاخر. بخلاف طبعا الامام والمأموم، انتبه، اذا كان كنا خلف الامام وسجد الامام نسجد معه لزاما، تمام، لانه لا تجوز مخالفه الامام. اذا الامام ما سجد لا يجوز لنا ان نسجد، لانه قول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به، انما جعل الامام ليؤتم به، فنحن نسجد تبع اذا سجد الامام. اذا الامام ترك هذه السنه لا يجوز للمأموم ان يسجد للتلاوه، لا يجوز للمأموم ان يسجد للتلاوه، تمام. اما واحد يصلي لحاله له ان يسجد اذا مر بآية تلاوه، بآية سجود، وهذا الاكمل لانه يكون مؤدي للسنه، وله ان يترك هذه السنه. لكن لو تركها صلاته إيه؟ صحيحة. من صلى منفردا، من صلى منفردا لحاله في البيت سنة أو فرض، رجل أو امرأة، ومر بآية خلال قراءته من آيات السجود التي سنأتي لتعدادها ولم يسجد، الصلاة صحيحة، لكنه قصر، يعني فاته الأجر والثواب. وإن سجد فهذا أكمل، إن سجد فهذا أكمل. طيب، وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه، قال الشافعي رحمه الله لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع، يعني يشرع السجود للسامع لكن ليس على سبيل السنة المؤكدة. أما المستمع فالسجود التلاوة بالنسبة له سنة مؤكدة، السامع كما قال إمام الشافعي سنة، وقال غير الشافعي لا يشرع، يعني لأنه هو سامع مش مستمع، مش مركز في القراءة، مش متابع، لا عم بيقرأ ولا عم بيستمع ولا عم بيصلي، إنما مار، واحد مار في السوق سمع، كان في واحد في الأوتوبيس فاتح المذياع السائق على إذاعة القرآن الكريم، تمام، فهذا سامع. قال إمام الشافعي يشرع له السجود أو يسن له السجود لكن ليس على سبيل التأكيد. أما المستمع أو القارئ فالسجود بالنسبة له سجود التلاوة سنة مؤكد، سنة مؤكد، والله تعالى أعلم. لما روي عن عثمان، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعمران بن الحسين رضي الله تعالى عنهما، أنهما قالا السجدة على من استمع، وهذا تأكيد على أنه هذه السنة المؤكدة إنما هي على المستمع، ومن باب أولى على القارئ. أما السامع لا ليس مخاطب بها، لكن يبقى الأمر مشروعا على سبيل السنة غير المؤكدة كما قرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال السجدة لمن جلس لها، السجدة لمن سجد لمن جلس لها. هذا كلام الإمام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يعني كلام صحابي ليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيدنا عبد الله بن عباس من فقهاء الصحابة، من كبار فقهاء الصحابة، وهو حبر الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأن يقرر هذا الكلام، هذا وإن كان موقوف على عبد الله بن عباس لكن فيه معنى الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عبد الله بن عباس لا يقرر مثل هذه الأحكام باجتهاده، فلما يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع منه ما بنى عليه هذا الحكم، والله تعالى أعلم.
السجدة الكلام هنا عن سجود التلاوة لمن جلس لها، يعني القارئ أو المستمع. السامع المار ليس جالسا لها. فبالتالي جمعا بين هذه الأحاديث كلها قال الإمام الشافعي السامع يشرع له السجود من باب السنة، لكن ليست سنة مؤكدة بالنسبة له، إنما السنة المؤكدة على القارئ والمستمع، وهو سنة غير واجبة. يعني بمعنى آخر، لو ما سجدنا للتلاوة هل علينا إثم؟ سواء الإمام أو المنفرد أو القارئ أو المستمع، الجواب لا، ليس هناك إثم، ليس هناك مؤاخذة، فاتنا أجر فقط، لأنه هذه سنة مش واجبة، سنة مؤكدة كما قلنا المستمع والقارئ، لكن ليست واجبة. والله تعالى أعلم. لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال عرضت سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسجد منا أحد. طبعا هذا الحديث أخرج الإمام البخاري في صحيحه ما في معناه، يعني قريب منه، لكن هنا النص اللي ذكره الإمام الشيرازي في المهذب لم يخرجه الإمام البخاري، خرج ما في معنى. ماذا نستفيد من هذا الأثر عن سيدنا زيد بن ثابت؟ إن سورة النجم طبعا فيها سجدة كما سيأتي بيانه بعد قليل، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه أحد الصحابة قرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت القراءة جهرية، تمام، يعني الصحابة الجالسين في المسجد يستمعون. ما سجد النبي عليه الصلاة والسلام لما مر القارئ بهذه السجدة لما قرأ سورة النجم وفيها سجدة، وما سجد آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا القارئ ولا أحد من الصحابة الجالسين في المسجد ولا النبي عليه الصلاة والسلام. فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مرة واحدة دليل على أنه سنة، مواظبة عليه وأمر به عليه الصلاة والسلام دليل أنه سنة مؤكدة، لكن ليس فرضا، ليس واجبا، لا إثم في تركه. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا السجود مرة واحدة على الأقل في قراءة سورة النجم عليه من قبل أحد الصحابة، كما ثبت ذلك في هذا الحديث الصحيح الذي بين أيدينا. فلو كان واجبا أو فرضا، أي سجود التلاوة، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام قط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك واجبا ولا يترك فرضا ولا يفعل محرما ولا يفعل مكروها صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يكون الاستنباط أيها الإخوة الأفاضل. طيب الآن هذه بعد هذه المقدمة، هذه السجدات اللي هي في القرآن الكريم كم عددها وأين مواضعها؟ عند الشافعية ووافقهم الحنابلة أنها 14 سجدة، وهذا في المذهب الجديد للإمام الشافعي. أما في المذهب القديم فهي 11 سجدة، والمذهب القديم يوافق ما عند المالكية. المالكية قالوا أنها 9 سجدات تقريبا، 9 أو 10 ما يحضرني، لكن هم أقل من ذهب من الفقهاء في تعدادها السجدات. والصحيح ما عليه الشافعية في المذهب الجديد والحنابلة أن مواضع السجدات، سجدات التلاوة في القرآن الكريم، 14 سجدة، 14 سجدة، وليس منها السجدة اللي في سورة صاد، فهذه سنأتي لبيانها بعد قليل. طيب، وسجدات التلاوة 14 سجدة في قوله الجديد، يعني في المذهب الجديد، وهو المعتمد للفتوى عند الشافعية ها هنا، وهو ما وافقهم عليه الحنابلة أيضا، وهو الصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب. أول سجدة في سورة الأعراف في قوله تعالى ويسبحونه وله يسجدون، الآية 206 من الأعراف. والموضع الثاني من سورة الرعد في الآية 15 من سورة الرعد. الموضع الثالث نحن نقرأ الآن في صفحة 285، نقرأ الآن في صفحة 285، تابع. أيوة نعم أخ فهمي، جزاك الله خيرا. طيب
شوف السؤال اللي ورد، هي 14 بدون سجدة سورة صاد. سجدة سورة صاد سنأتي لبيان كلام الفقهاء فيها. الموضع الثالث سورة النحل في الآية 50، ويفعلون ما يأمرون. الموضع الرابع في سورة مريم، عفوا سورة الإسراء اللي تسمى سورة بني إسرائيل، لها أكثر من اسم، لكن الاسم الأول الأشهر سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ويزيدهم خشوع، الآية 109. الموضع الخامس من سورة مريم في قوله تعالى في الآية 58 منها خروا سجدا وبكيا. الموضع السادس والسابع في سورة الحج، في سورة الحج الآية 18 إن الله يفعل ما يشاء، والآية رقم 77 من سورة الحج أيضا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طبعا هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم اللي في موضعين من مواضع سجود التلاوة، سورة الحج، ولهذا حكم جليلة عظيمة ممكن يعني يقف عليها من يقرأ في تفسير سورة الحج، من خاصة من تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. الموضع الثامن سورة الفرقان الآية 60 من سورة الفرقان في قوله تعالى وزادهم نفورا. الموضع التاسع في سورة النمل في الآية 26 من سورة النمل في قوله تعالى رب العرش العظيم. الموضع العاشر في سورة السجدة الآية 15 من سورة السجدة وهم لا يستكبرون، وسميت السجدة بهذا الاسم لتضمنها الأمر لتضمنها سجود التلاوة. هي السورة الوحيدة اللي فيها سجود تلاوة واسمها له علاقة بالسجود اللي هي سورة السجدة، اللي هي سورة السجدة. طبعا أسماء السور توقيفية في صحيح أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. الموضع الحادي عشر سورة فصلت في الآية رقم 38 في قوله تعالى وهم لا يسأمون. تمام. الموضع الثاني عشر في سورة النجم في الآية رقم 62 من سورة النجم في قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. الموضع الثالث عشر، الموضع الثالث عشر في سورة الانشقاق في قوله تعالى في الآية 21 من سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الموضع الرابع عشر والأخير في سورة العلق في الآية 19 من سورة العلق في قوله تعالى واسجد واقترب. هذا في المذهب الجديد عند الإمام الشافعي وهو الصحيح والله تعالى أعلم، ووافقه وافق الشافعية هنا الحنابلة في إنه هذه المواضع هي مواضع السجود، سجود التلاوة 14 موضعا. المالكية هم من تعدادهم لمواضع السجود أقل، وصلوا بها إلى 9 أو 10 مواضع لسجود التلاوة في القرآن الكريم كاملا. في المذهب القديم المواضع 11، في المذهب القديم المواضع 11، والصحيح والصحيح ما عليه المذهب الجديد وهو المفتى به هنا. طيب ماذا عن آية سورة صاد؟ ماذا عن آية سورة صاد؟ هل الآية رقم 24 من سورة صاد هل هي من آيات سجود التلاوة أم من مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. الشافعية والحنابلة قالوا هذه سجدة شكر وليست سجود تلاوة. طيب نقرأ فصل سجدة صاد، يعني موضع السجود أو في سورة صاد هل هو من مواضع سجود التلاوة أم لا؟ وأما سجدة صاد، نحن نقرأ في أسفل صفحة 285، وأما سجدة صاد فهي عند قوله عز وجل وخر راكعا وأناب، اللي هي الآية 24 من سورة صاد. نفتح الكتاب صفحة 286، 286 إذا سمحتم. وليست من سجدات التلاوة طبعا الحنفية
والمالكية قالوا هذه من مواضع سجدة التلاوة. عندما عددوا مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم على اختلاف فيما بينهم، الحنفية والمالكية اعتبروا الآية 24 من سورة صاد من مواضع سجود التلاوة. فالسجود عند قراءة هذه الآية أو عند الاستماع إليها بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد وبالنسبة للقارئ خارج الصلاة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قوله تعالى وخر راكعا وأناب عن سيدنا داود عليه السلام، هذا عند من؟ عند الحنفية والمالكية. أما عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى قال وليست من سجدات التلاوة، وإنما هي سجدة شكر. ليه؟ أول حاجة هي ما فيش فيها أمر بالسجود، واضح لكم، إنما هي تصف هذه الآية الكريمة في سورة صاد، تصف ما فعله نبي الله داود عليه السلام إنه سجد شكرا لله، فهي تصف فعل ذلك النبي الكريم في هذه السورة المباركة سورة صاد. فمن حيث المعنى والتفسير الإجمالي للآيات ليست فيها أمر مثل مثلا واسجد واقترب، تمام؟ وإذا قرأ من القرآن لا يسجدون، لا، هذه وصف لفعل ذلك النبي عليه السلام، فهي سجدة شكر عند الشافعية والحنابلة، وعندهم يعني دليل قوي من السنة اللي هو لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرأ صاد، يعني من جملة ما قرأ في الخطبة يوم الجمعة قرأ جزء من سورة صاد أو سورة صاد، تمام؟ فلما مر بالسجود اللي هي هذا الآية رقم 24 نشزنا بالسجود، يعني هممنا أن نسجد. الصحابة في المسجد في صلاة الجمعة والنبي يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، كان الموضوع يعني من ضمن ما ذكره وقاله في تلك الخطبة المباركة أنه تلا آيات من سورة صاد. هل تلا كل سورة صاد ولا جزء منها لا نعلم، لكن مر بالآية رقم 24 من سورة صاد في خطبته تلك، تمام؟ فلما مر بتلك الآية الكريمة الصحابة الكرام هموا بالسجود، ظن منهم أنه هذا من مواضع سجود التلاوة. فلما رآنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث حديث صحيح يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلما رآنا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بالسجود، يعني الواحد متربع مثلا أو جالس متكئ على السارة المسجد أو على الجدار، غير وضعيته لأجل أن يهم بالسجود، قال إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد عليه الصلاة والسلام. يعني قال لهم هذه مش من مواضع السجود، هذا معنى الحديث، هذه مش مواضع سجود التلاوة، هذه إيش؟ توبة نبي، يعني شكر لله. فأما وقد استعددتم للسجود فنزل عليه الصلاة والسلام على المنبر وسجد ثم اعتلى المنبر وأكمل الخطبة. فواضح من الحديث إنه هذه مش من صار فيها سجود من الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لأنها سجود تلاوة، إنما لأن يعني السجود فيها كان شكرا لله، سجدة شكر، تمام، تأسيا بفعل نبي الله داود الذي سجد في هذا الموضع في هذا المقام في هذا الموقف شكرا لله، تمام، شكرا لله على ما وفقه إليه، تمام، وتوبة إلى الله. فمعنى الآية لا يفيد أنها من مواضع سجود التلاوة، وهذا الحديث يؤكد أنها ليست من سجود التلاوة، إنه شافهم بدهم يسجدوا فقال نسجد، لكنها مش قال عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي، يعني استدرك عليهم إنه لا، إحنا هذه ليست من مواضع السجود،
لكن مع ذلك نزل وسجد تأسيا بفعل داود عليه السلام اللي فعلها توبة لله، يعني سجدة شكر. فقال الشافعية إذن الآية رقم 24 من سورة صاد ليست من مواضع سجود التلاوة، وبالتالي لا تجري عليها أحكام سجود التلاوة. فقالوا وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سجدها نبي الله داود توبة وسجدناها شكرا وسجدناها شكرا، وهذا حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام سجدها نبي الله داود توبة وسجدناها شكرا. فإذا الحديث هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكمل المعنى اللي ذكرناه قبل قليل عن الحديث النبوي الشريف الذي يرويه أبو سعيد الخدري. وهكذا نعرف كيف يكون استنباط الحكم الشرعي أيها الأحباب من مجمل النصوص الشرعية ذات العلاقة. فمن الضروري جدا الفقيه المجتهد عندما يستنبط الحكم الشرعي في مسألة ما أن يجمع كل النصوص الشرعية ذات العلاقة في تلك المسألة قبل أن يشرع في الاستنباط، سواء الآيات القرآنية التي تعرضت لها أو الأحاديث النبوية الشريفة أو حتى الآثار الصحيحة عن الصحابة الكرام وبالذات فقهاء الصحابة وبالذات الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تمام؟ أخونا نورة أغلق الميكروفون، أغلق الميكروفون أخت نورة. طيب نقول بالله التوفيق، إذا كيف إنه الحكم من مجمل النصوص؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أكد المعنى الذي استنبطناه قبل قليل من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو ما قرره الشافعية إنه الآية 24 من سورة صاد ليست من مواضع سجود التلاوة، وإنما هي السجدة فيها تكون شكر لله عز وجل. وبالتالي ما دام إنها مش من سجود التلاوة لا تجري عليها أحكام سجود التلاوة. ولاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام سجدها وهو يخطب على المنبر ولم يكن في صلاة. فقال الشافعي فإن قرأها في الصلاة فسجد ففيه وجهان، أحدهما تبطل صلاته لأنها سجدة شكر فتبطل بها الصلاة كالسجود عند تجدد النعمة، والثاني لا تبطل لأنها تتعلق بالتلاوة فهي كسائر سجدات التلاوة. المعتمد عند الشافعية هو الوجه الأول، الآية رقم 24 من سورة صاد إن قرأها المصلي سواء كان إمام أو منفرد وهو يعلم أنه هذه من مواضع سجود الشكر وليست من سجود التلاوة، يعني فعل ذلك عن عمد وعن علم بطل الصلاة لأنه أحدث في الصلاة فعلا ليس منها، فهذه مش من سجدات التلاوة وبالتالي لا تفعل في الصلاة. ممكن لقارئ القرآن خارج الصلاة أن يسجد شكرا لله تأسيا بفعل الله بفعل نبي الله داود عليه السلام إذا مر بها قارئا أو مستمعا، لكن في الصلاة لا، ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من مواضع سجود التلاوة عند الشافعية، فبالتالي لا تجري عليها أحكام سجود التلاوة، فليست هي من أفعال الصلاة لمن قرأها في الصلاة سواء كان إماما أو منفردا. فإن فعلها عن عمد وعن علم فقد بطلت الصلاة عند الشافعية، هذا الوجه الأول المعتمد للفتوى عند الشافعية. أما عند المالكية والحنفية فهي من سجدات التلاوة فبالتالي تجري عليها أحكام سجود التلاوة. الحنابلة إيش قالوا؟ الحنابلة فصلوا هنا قالوا هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، لكن إن فعلها في الصلاة لا تبطل صلاته. والصحيح والله تعالى أعلم
أن هذه السجدة في الآية رقم 24 من سورة صاد ليست من مواضع سجود التلاوة للحديثين السابقين. فإذا قرأ القرآن خارج الصلاة أو استمع إليها خارج الصلاة، إذا قرأ القرآن وقرأ سورة صاد ومر بها أو استمع إليها وهو خارج الصلاة، له أن يسجد شكرا لله تأسيا بفعل الله، بفعل نبي الله داود عليه السلام، وتأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح. أما في الصلاة لا يفعل إذا مر بها، لا إماما ولا مأموما ولا منفردا، تمام؟ فإن فعل فصلاته باطلة، إن فعل عن عمد وعن علم، إن فعل عن جهل أو نسيان فيسجد للسهو، فيسجد للسهو ليجبر هذا الخلل. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، حكم سجود التلاوة. فصل، حكم سجود التلاوة. ما زلنا نقرأ في وسط صفحة 286، 286. وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة، يعني والستر. يجب على الساجد سجود التلاوة، وسجود التلاوة كما قلنا سنة مؤكدة، أن يكون متطهرا، يعني مش متلبس لا بالحدث الأصغر ولا بالأكبر، على وضوء وطهارة، وأن يكون ساتر لعورته، وأن يكون مستقبل القبلة. هذا لمن كان يقرأ القرآن خارج الصلاة، سواء كان مستمعا أو قارئا. سجود التلاوة يحتاج إلى الطهارة، يكون متوضئ، ساتر لعورته التي يجب ستره خلال الصلاة، ومتجه إلى القبلة. أما من سجد التلاوة في الصلاة فهو بطبيعة الحال ساتر لعورته، متجه للقبلة، وهو على وضوء ما دام أنه يصلي، لأنها صلاة في الحقيقة. فإن كان في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير ولا يرفع يديه، إحنا قلنا رفع اليدين عند الشافعية عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع إلى الاعتدال بقول سمع الله لمن حمده. الآن لما بده يسجد للتلاوة وهو يقرأ في الصلاة يرفع يديه، لا، يكبر عند النزول ويكبر عند الرفع من السجود إلى وضعية القيام مرة أخرى من غير رفع اليدين، ولا يرفع يديه. وإن كان السجود في آخر السورة فالمستحب أن يقوم ويقرأ من السورة بعدها شيئا ثم يركع. يعني إذا كان في آخر السورة السجود، مش إنه يسجد ويرجع إلى الركوع مثلا، أو يرجع إلى القيام ثم يركع مباشرة، لا، إنما يسجد وبعد السجود يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها، تمام، ثم يركع. هذا المستحب في حال قراءة موضع من مواضع السجود في سجود التلاوة في القرآن الكريم، ويكون ذلك في آخر سورة، في آخر السورة مثل سورة العلق، تمام. فإنه يستحب له أن يرجع إلى موضع القيام بعد السجود ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع، تمام. وإن كان السجود في آخر السورة، وإن كان السجود في آخر السورة فالمستحب أن يقوم ويقرأ من السورة بعدها شيئا ثم يركع. فإن قام ولم يقرأ شيئا وركع جاز، وإن قام من السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز، لأنه لم يبتدئ الركوع من قيام. يعني ما بيرفع من سجود التلاوة في الصلاة إلى وضعية الركوع، لا، بيرفع من سجود التلاوة في الصلاة إلى وضعية القيام مكبرا، ثم لما يستقر ويطمئن واقفا يكبر مرة أخرى راكعا، لأن الركوع إنما كان في الصلاة بعد قيام، ولم يكن الركوع في الصلاة بعد سجود. فانتبهوا. طبعا هذا كله عملا بمقتضى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن نتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
في أدق تفاصيل التفاصيل، كما بيّن مر معنا في سنن الهيئات. تمام، حرك رجله، حرك يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، حرك إصبعه، نفعل كما فعل. الآن الركوع كان دائما عنده عليه الصلاة والسلام بعد قيام، فلا يكون الركوع بعد سجود. فإذا ما صارت عندي سجود تلاوة، أرجع من وضعية السجود إلى وضعية القيام مكبرا. ومن السنة كما قلنا مستحب أن نقرأ شيئا من ما تيسر من القرآن، أو على الأقل نطمئن ثم نكبر للركوع ونستأنف الصلاة. وإن قام من السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز، لأنه لم يبتدئ الركوع من قيام. وإن كان في غير صلاة، إذا واحد بغير صلاة يعني جالس يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن، فمر بآية من آيات مواضع السجود، فإنه يتجه إلى القبلة ويكبر ويسجد، ثم يكبر في رفعه من السجود دون الحاجة إلى التسليم. وإن كان في غير الصلاة كبر. تمام، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نقرأ في أعلى صفحة 287، تابعوا معنا الآن، نقرأ في أعلى صفحة 287، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد، ويستحب أن يرفع يديه لأنها تكبيرة افتتاح، فهي كتكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجدة ولا يرفع اليد، والمستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة. إذن انتبهوا معنا، سجود التلاوة لا يكون لا يحتاج إلى تسليم، لكن يحتاج إلى تكبير. كم مرة نكبر؟ هون ذكر مرتين، تكبير ثم تكبير نزول، يستحب أن يرفع يديه لأنها تكبيرة افتتاح كتكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجدة، تكبيرتين، كأنه كبر كتكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة نزول، فسجد سجدة واحدة، سجد له أن يسبح الله تعالى فيها، يقول سبحان رب الأعلى، وله أن يقرأ فيها دعاء مأثور ثبت بحديث صحيح خاص بسجود التلاوة، اللي هو قوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا من الدعاء المأثور خاص بسجود التلاوة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وله أن يسبح كما يسبح في سجود الصلاة، ولا يرفع اليد، والمستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن، يعني سجود التلاوة، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وإن قال اللهم اكتب لي عندك بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود عليه السلام فهو حسن. يعني هذا دعاء مأثور زائد، تمام، له أن يدعو به كله، لكن الذي ثبت بحديث صحيح اللي هو الشق الأول، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الآن لو زاد هذا فهذا أمر مستحب، لما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة فسجدت، فرأيت الشجرة كأنها سجدت لسجودي فسمعتها وهي ساجدة تقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة. هذا الحديث حديث حسن، والحديث الحسن تثبت به الأحكام وتبنى عليه. جاء رجل فقال رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام،
وهذه الرؤيا فيها دعاء، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء فقرأه، قرأ به هو عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن تلك الرؤيا رؤيا صادقة، وأن ذلك الأعرابي كان صادقا فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل الرؤيا التي جاءت للصحابي الذي رؤيا الأذان التي جاءت للصحابي الذي قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له علمها بلالا. فطبعا الأذان صيغة الأذان ثبتت بالسنة النبوية المشرفة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، لكن ما سبب ورودها؟ رؤيا منامية صادقة لأحد الصحابة الكرام. وهذا أيها الأحباب من خصوصيات عصر الرسالة، عصر النبوة، لأن الوحي ما زال يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بين ظهران الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. فربما رأى أحدهم رؤيا فجاء التشريع الإسلامي باعتمادها باعتبارها وجعلها جزءا من أحكام الشرع الشريف، وإن كانت هي أصلا رؤيا صادقة، تمام. ليه؟ لأنه هي مشروعيتها وحجيتها بالسنة التقريرية وليست لأنها رؤيا، تمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها كالرؤيا التي رأها الصحابي الجليل وفيها الأذان صيغة الأذان. ما جاءت تلك الرؤيا الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ولا وحي من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الملك جبريل عليه السلام مثلا، إنما رؤيا صادقة لأحد الصحابة قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها وجعلها بوحي الله تعالى له تشريعا للمسلمين كصيغة الأذان. وهذه كصيغة الأذان تقريبا، رؤية منامية فيها إيه؟ دعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحسن ذلك الدعاء وفعله هو، وفعله هو. وفي هذا الحديث أيضا يعني ما يفيد أنه ممكن يأخذ العلم يأخذ العلم الأعلى عن الأدنى، يأخذ العلم الأعلى عن الأدنى، كما أن سيدنا سليمان عليه السلام أخذ علما من الهدهد وهو أفضل من الهدهد لا شك، الهدهد طائر، سليمان عليه السلام نبي مرسل. كذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أخذ هذا الدعاء عن ذلك الصحابي الذي رآه في رؤيا منامية صادقة، فهذا مشروع ومعهود. فلذلك يعني لا يتكبر الإنسان على طلب العلم وأخذ العلم عمن هو أدنى منه منزلة أو رتبة أو سنا أو فقها، تمام، والله تعالى أعلم. فإن قال فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة جاز، يعني إن سبح قال سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة ما في مشكلة، لا يكون مخالفا للسنة. وهل يفتقر إلى السلام في هل يسلم بعد سجود التلاوة؟ طبعا هذا الكلام لسجود التلاوة خارج الصلاة، لقارئ القرآن ولمستمع القرآن خارج الصلاة. في الصلاة ما هو قلنا يرجع لموضع القيام ثم يستأنف القراءة أو يقرأ ما تيسر ثم يركع ويكمل صلاته، ما في مشكلة بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة. الآن خارج الصلاة للقارئ والمستمع، خارج الصلاة قلنا يكبر تكبيرتين، تكبيرة أولى كتكبيرة الإحرام، تكبيرة ثانية تكبيرة نزول إلى السجود، يسجد، له أن يسبح سبحان ربي الأعلى، وله أن يقرأ بهذا الدعاء المأثور اللي ذكرناه، ثم يرفع من الركوع بتكبيرة. الآن هل يسلم ولا لا؟ فيه قولان، قال في البويطي لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة، وروى المزني عنه أنه قال عن الإمام الشافعي. البويطي قال يعني في مختصر البويطي للأم، البويطي اختصر الأم كتاب شيخه الإمام الشافعي، البويطي أكبر تلاميذ الإمام الشافعي، المزني اختصر الأم، مختصر المزني أكثر شهرة لأن البويطي حبس بفتنة خلق القرآن. قال البويطي في مختصره عن الإمام الشافعي لا يسلم من سجود التلاوة خارج الصلاة. المزني روى عن الإمام الشافعي أنه قال يسلم لأنها صلاة تفتقر للإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات. والأصح عند الشافعية والمعتمد للفتوى أنه يسلم
أنه يسلم. والذي أراه أنا والله تعالى أعلم صواب ما قرره الإمام البويطي نقلا عن شيخ الإمام الشافعي، قال له عدم التسليم أنه هذه ليست صلاة، ليست صلاة كاملة، إنما جزء من صلاة، وتحديدا فعل واحد اللي هو السجود، أما ما قبله من تكبير وما بعده من تكبير عند الرفع منه فهذا على سبيل الاستحباب، أما هو سجود التلاوة حقيقة ليس صلاة بالمعنى الكامل، وإلا قلنا يقرأ دعاء التوجه على الأقل بعد التكبيرة الأولى، يقرأ دعاء التوجه ثم يكبر ويهوي للسجود، هذا لقارئ القرآن والمستمع القرآن خارج الصلاة، لكن حقيقة سجود التلاوة سجود وليست صلاة كاملة على الحقيقة، فلا يفتقر إلى السلام. وإن كان الأصح عند الشافعية ما نقله الإمام المزني عن الإمام الشافعي أنه قال يسلم، وما نقله البويطي قال لا يسلم، وأنا مع ما نقله الإمام البويطي والله تعالى أعلم بالصواب. وهل يفتقر إلى التشهد؟ المذهب أنه لا يتشهد، فقط سجود، ما يقرأ بعد السجود لا تشهد ولا صلاة إبراهيمية ولا غيره، فقط سجود. المذهب أنه لا يتشهد لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد، ومن أصحابنا من قال يتشهد لأنه سجود يفتقر للإحرام والسلام فافتقر للتشهد كسجود الصلاة، وهذا رأي ضعيف فيما أرى، فسجود التلاوة لا يفتقر لا إلى التشهد ولا إلى السلام، وإنما يكبر قبله ويهوي ويكبر بعد الرفع منه وانتهي. القضية قضية سجود لما يمر بآيات المواضع 14، سجود تلاوة اللي ذكرناها قبل قليل إذا كان قارئا للقرآن أو مستمعا للقرآن خارج الصلاة، أما أن نجعل سجود التلاوة كما لو أنه صلاة مصغرة بأنه نجعل في تشهد وفي تسليم فهذا بعيد والله أعلم. والذي حمل بعض الشافعية على أن يقرر أنه في تشهد وأنه وجد أنه في تسليم كما نقل المزني، والصحيح فيما أرى مخالفا بهذا مذهب السادة الشافعية أنه ما قرره البويطي هو الصواب، لا تسليم في سجود التلاوة والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم. وصلنا إلى أسفل صفحة 287، وصلنا إلى أسفل صفحة 287 ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ الدرس القادم رقم 60 من أعلى صفحة 288 إن شاء الله تعالى الكريم من عنوان فصل السؤال والاستعاذة عند القراءة، هذا الدرس القادم إن شاء الله تعالى الكريم. الآن ندعو الله عز وجل إني داع فأمن. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا يا الله ما أعظمك، سبحانك ربنا يا الله ما ألطفك، سبحانك ربنا يا الله ما أرحمك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله، أن تغفر ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا جميعا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، برحمتك بنا جميعا يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قربنا جميعا إلى جلالك، واجعلنا جميعا من أوليائك في الأرض في هذا الزمان، واجعلنا جميعا من أحبابك في الأرض في هذا الزمان، ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى من الأعمال والأقوال ما أحييتنا يا رب العالمين،
وجنبنا جميعا الزلل والضلال وظلم العباد ما أحييتنا يا رب العالمين، واستخدمنا جميعا في نصرة دينك في الأرض وفي قهر أعدائك في ابتغاء مرضاتك عنا يا الله. وارزقنا جميعا يا رزاق يا كريم الإخلاص لوجهك الكريم في أقوالنا وأعمالنا ما أحييتنا يا الله يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين النفاق والرياء كما بعدت بين المشرق والمغرب ما أحييتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين يا الله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.